بركته نستعين، ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون، تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا من هنا، من أرضية هذا الميدان، من ميدان التحدي الذي دائما تجرى فيه التحديات الجميلة. شوطنا 13 ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، حمل تحديات الأبكار، ولكن ما زال التوقيت الأفضل هنا متسجلا ومتحطما تحت أقدام موفق لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، من سجل توقيتا مقدارة 7 دقائق 27 ثانية و6 أجزاء من الثانية، صاحب الخنجر الفضي في أول أشواط الجعدان المفتوحة. إذا متابعينا الكرام، يسير هذا الشوط، ينطلق شوطنا 13، حمل تحديات الإبكار. الله نسير مع مقدمة الشوط، مع الحاتمة اللي على المركز الأول، حارب بن مقير بن سالم العميمي يتصدر ويتقدم القائمة، مع الحاكمة، بينما المركز الثاني، المركز الثاني تنطلق فيه مزنة، مزنة الخير، تتقدم عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المتقدم، بينما المركز الثالث وصول وانطلاق، انطلاق من مواري 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 مواري، تنطلق لحمدان بن صالح بن سعيد العامري، رابع المراكز، رابع التحديات، تتقدم مع جواهر، مجموعة من الجواهر وليس بجوهرة واحدة، سالم بن حميدي بن بخيت بن حميد بن برقان المتقدم كالبرق في هذه اللحظات، بينما المركز الخامسة انطلقت فيه مزايا لتنطلق بشعار عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي، ولكن العودة، ولكن العودة، العودة إلى الحاكمة، العودة إلى الحاكمة، من حكمت على المركز الأول وانطلقت بصدارة الشاط، حارب بن مقير بن سالم العميمي ينطلق مع المركز الأول، المركز الثاني تنطلق فيه وتتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة جواهر المتقدمة بالمرتبة الثانية، سالم بن حميدي بن بخيت بن حميدي بن برقان، المركز الثالث مع مزنة المتقدمة لعبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع، المركز الخامس أو المركز الرابع، رابعا رابعا، أتت وتقدمت، أتت وتحركت، هناك شعلة، شعلة من النشاط، وصلت شعلة لنايف بن محمد بن خميس بروية الخيلي، تقدم بروية، تقدم بروية في هذه اللحظات، وكذلك الوصول، هناك من الشعارات الواصلة يتقدم في هذه اللحظات وتتقدم بانطلاقاتها الكبيرة، هي مواري حمدان بن صالح بن سعيد العامري. الله الله، المنافسة العظمى، التحركات الكبيرة، الانطلاقات الرائعة، والشعارات التي قدمت من كل حدب وصوب، من كل فج عميق، للمشاركة في هذا الكرنفال الشعبي الكبير في دولة قطر الخير، في انطلاقات هذا المهرجان الكبير. إذن عودتنا، عودتنا مع المقدمة، عودتنا مع شعلة، شعلة يا شعلة يا شعلة، هي على الصدارة، ونايف بن محمد بن خميس بروية الخيالي المركز الثاني، ثاني المراكز، من تقدمت؟ بل هي تقدمت، مزنة تاتينا وتاتي متعبة لتقير على المركز الثاني، سالم بن عبد الله بن جابر الفهيدة المري. الله 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 الله، الله، الله،
المركز الثالث مع مزنة عبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع. اشتدت المنافسة، اشتد الصراع، اشتد النزاع مع هذا الشوط. ومن وصل في هذه اللحظات؟ وصلت متعبة عبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطيرة العامري يتقدم في هذه اللحظات. وكذلك تصلنا وتأتينا أيضا حدث محمد بن راشد بن علي بن قطفة المتقدم، ولكن شعلة مع 900 متر الأخيرة المتبقية من نهاية هذا الشوط. شعلة 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 هي على الصدارة، هي على المقدمة. نايف بن محمد بن خميس بن روية الأخيالي، ولكن وصل الواصلين، وصل المتقدمين، وصل المتحركين. الله الله، المركز الثاني مع متعبة سالم بن عبد الله بن جابر الفهيدة المري، وثالثا وصلت وتقدمت أيضا عمارة الواصلة مرشود بن عابد بن راشد الخميسي الحربي، وصل في هذه اللحظات. وتقدمت كذلك نقدة لحمد بن راشد بن عبد الهادي القفراني المري، ولكن وين شعلة؟ وين شعلة؟ راحت شعلة، انطلقت في المركز الأول شعلة من الناموس، شعلة من الانتصارات. تهانينا لنايب بن محمد بن خميس بروية الخيالي، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، وصلت عمارة، وصل مرشود بن عابد بن راشد الخميسي الحربي في اللحظات الأخيرة، ولكن رماح رماح. تهانينا والناموس إلى هالي رماحة وإلى شعلة لنايب بن محمد الخميس بن روي الخيري على هذا الفوز والانتصار. وسلام رماح سلام. المركز الثاني وصلت أيضا عمارة مرشود بن عابد بن راشد الخميسي الحربي. ثالث المراكز وصلت على المركز الثالث وتقدمت ايضا اميه لسيف بن مسفر بن راشد بن مسفر العميمي. رابع المراكز وصلتنا على المركز الرابع في هذه اللحظات. وصلت مع المركز الرابع هي اعذار لسالم الدقاش بن محمد العامري. والمركز الخامس فوصلتنا وتقدمت في هذه اللحظات، وصلت ايضا على المركز الخامس هي مزنة لعبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع الواصل على المركز الخامس. اذا ما شاء الله، هنا شاهدنا المنافسة الكبيرة والتحديات المثيرة، وكانت شعلة لنايب بن محمد بن خميس بروية الخيلي من احدى السلامات الى هالي الرماح والتوقيت الزمني المرافق لها، لحظات الفوز والانتصار. سبع دقائق واحد وثلاثين ثانية وجزئين من الثانية هو توقيت شعلة بالمركز الأول، بينما وصلت على المركز الثاني. وكانت هناك عمارة الواصلة على المركز الثاني باسم مرشود بن عابد بن راشد الخميسي الحربي، وتوقيتها الزمني سبع دقائق. سبع دقائق وثلاثين ثانية وتسعة أجزاء من الثانية هو توقيت المركز الثاني، بينما ثالث المراكز هناك وصلت فيها الواصلة أيضا أمية لسيف بن مسفر بن راشد بن مسفر العميمي، وتوقيتها الزمني سبع دقائق 34 ثانية وجزئين من الثانية هي ومية هي الواصلة بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.